بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي جان بيير بحث المشروعات الزراعية المشتركة، وناقش وزير الزراعة تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقي للابتكار ونشر المعرفة للمحافظة وسبل تطويره. ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إجراءات تجديد الاتفاقية وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز حتى يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله بكفاءة عالية.